سمر، هل في رأيك بشكل عام كرة القدم المصرية شهدت نجاحات في 2023، ولا كرة القدم المصرية في 2023 كان عام مش كويس؟ لا، بنسبة كبيرة طبعا. أول حاجة أن المنتخب الأولمبي وصل لأولمبياد باريس، وده كان حاجة كنا مستنيينها وحاجة هتكتب يعني شهادة ميلاد لمدرب زي ميكالي. يعني محتاجين نكتشف أنه هو اختياره كان موفق، وده المطلوب منه بالزبط. النادي الأهلي طبعا محقق السنة دي بطولات كتيرة، واخد دوري أبطال أفريقيا. في أندية مصرية قدمت أداء كويس في البطولات الأفريقية، أو محدش فاز بيها، بس ما كانوش ظهورهم مشرف، لا فيوتشر ولا بيراميدز ولا الزمالك، لا كانت يعني أندية كانت ظهورها مشرف. ومنتخب مصر الأول وصل كأس الأمم الأفريقية وقطع شوط كويس في تصفيات كأس العالم. طبعا يعني بنسبة كبيرة احنا إن شاء الله هنوصل لكأس العالم، فطبعا لا كان عام جيد جدا على الكرة المصرية، بس مستنيين أكتر. يعني دايما أنت عارف احنا المصريين طموحين قوي في الكرة. أكتر حاجة عجبتك في 2023؟ الأهلي. يعني الأهلي بصراحة الأهلي من يعني مقفل اللعبة السنة دي. الأهلي واخد كل البطولات، عامل خاتم السنة ببرونزية كأس العالم للأندية، ثالث الكبار يعني واخد السوبر المصري من يومين. فالأهلي قافل السنة بكل البطولات اللي دخلها تقريبا باستثناء السوبر الأفريقي والدوري الأفريقي اللي هو اللي كان مستحدث السنة دي أول مرة. صحيح.